السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة هلعب بفئة الدعم السلاح الرابع، يعني طورته ماركون، طورته 3 مرات بس ماركون. حاطط له السكوب او المنظار بتاع القناص، ومزود الطلقات فيه، ومغير لون يعني كشكليات، وحاطط مسدس هوك 13، يعني مطوره برضو، يعني مطوره برضو، ومزود الطلقات بتاعته في المستوى التاني، وحاطط قنبلة الارتجاج. كل دول انا هلعب بيهم لأول مرة، ما عدا السلاح ده، ده انا بعرف العب بيه على العموم. ومش حاطط اي درع، هو الدرع الاساسي بس، وحاطط في النواة بتاعت الجلوتون مارك 3، وحاطط النواة بتاعت الحاسة السادسة اللي هي بتبين الاداء حواليه على بعد 4 امتار خلف ورا الحيطة يعني، ومن غير لون، غير اي الوان، غير على الاسلحة بس. وهلعب معركة الفريق ان شاء الله، هبقى العب اي مود او دور تاني في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، بس دلوقتي هلعب معركة الفريق، واسيبكم مع المقطع.
كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وزي ما شفتوا كده اول معركة ما كانتش يعني حلوة قوي، فازوا علينا باتنين او واحد، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب في المعركة التانية بفرق كبير. ويارب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى بأحلى وأكرم اللايك منكم وسبسكرايب، وأتمنى لكم فيديوهات أحسن.
الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم.